السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة، وأكيد أكيد وصفات جديدة. اليوم رح نعمل وصفة جدا مميزة، يمكن جزء كتير من الناس بحبها وجزء كمان ما بحبها، ولكن بدنا نعملها اليوم بطريقة للي ما بحبوها يجربوها ويعملوها ويحبوها. رح نعمل اليوم الطحال المحشية. أنا مستعملة هون طحال بلدية، أنتوا بتقدروا تجيبوا من عند أي لحام أو من المسلخ أو من أي مكان طحال بلدي. إذا مش متوفر أو مستغلين السعر تبعه شوي، ممكن تجيبوا من الفروزن المفرز، تقدروا تلاقوه بأي مول من المولات. رح نعمل اليوم الطحال بطريقة مميزة محشية. حشوتنا رح تكون بقدونس، كزبرة، فلفل، تومة، رح نستعمل كمان فلفلة حمراء. إذا مش متوفر عندك فلفلة حمراء، نقدر نستعمل كمان فلفل أحمر مجفف أو مش مجفف. البهارات اللي رح نستعملها اليوم للوصفة، بدي فلفل أسود، بهار بابريكا أحمر، بهار كيجن، كاري، بهار مشكل، وملح. رح نستعمل كمان الليمون والتوم زي ما خبرتكم، وزيت الزيتون. وبما انه منحب الطحل، معناته احنا منحب الاكلات الدسمة، فمعناها اكيد منحب اللي هي البلدية او اي نوع من الانواع الدسمة. فاليوم كمان مستعملين اللي هي البلدية لحتى تعطيني طعم مميز للطحل. فاللي بجربها بدون اللي لازم المرة هاي يجربها باللي لحتى يلاحظ الفرق، اللي هي الطراوة والطعم المميز. اول شيء عندي هون كمية من الطحل، أنا تقريباً هون جايبة من كيلو لكيلو ونص من الطحل البلدية، ومستعمل الطحل اللي حجمها كبير. أنتوا بتقدروا تجيبوا اللي بدكم إياه. طبعاً بتلاقوا يعني هاي الفترة بتلاقوا بالمولات بيكون محطوط عند قسم اللحوم أو قسم الدجاج، تقدروا كمان تجيبوا منه إذا ما بتلاقوا عند اللحام. رح ناخد هلأ مي نغليها. أول إشي لازم أطلع الزنخة والزفرة وأشد شوية الطحل، فأنا لازم أسلقهم. هحط بالمي عندي هون ورق غار وعندي هيل. إيش نوع المطيبات اللي أنتوا بتحبوها بتقدروا تحطوها، بتقدروا تحطوا كمان بصل، وبتقدروا تحطوا اللي أنتوا بتحبوه. رح أترك المي تغلي شوي، بعد هيك أسقط فيها حبات الطحل وأتركها تغلي تقريباً 5 دقايق 10 دقايق لتطلع كل الزفرة والزنخة والدم منها. بعدين رح نكب المي ونرجع لتطبيقها تطبيق كامل. أول ما تغلي المي رح أنزل عليها الطحل. بتقدروا كمان تشيلوا هاي الزوايد كلياتها، بس هاي فيها دهون كتير زاكية وبتزبط لي طعم الطحل. ممكن نشيل احنا هاي القطع الزيادة اللي بتكون ونخلي باقي الطحل. تقدروا اذا تجيبوها من عند لحام او اذا بدكم توصوها توصاية، تحكولوا يخلي لكم هاي القطع اللي هي الدهنة، ويخلي لكم جنبيها كمان شرحة من اللحمة. تقدروا كمان تحطوا شرحات ستيك جنبيها، بتعطيها طعم مميز. لما تروحوا عند اللحام احكولوا قطع لي الطحل معاها لية ومعاها لحمة، كلها تبتيجوا متواصلة مع بعض. مع قطعة لحمة ستيك بتكون رفيعة، كتير 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 زاكية. لما تدوب اللي على اللحمة وعلى الطحل رح تعطيها ليونة وطراوة كتير زاكية. أول ما يغلي معي المي رح أسقط فيها الحبات كاملة. بعد ما نغليها أو بالوقت اللي إحنا بنغليها فيه رح نجهز الحشوة. تقدر الحشوة تعمليها على إيدك، إذا أنت شاطرة تفرميها ناعمة تقدر تعمليها على إيدك، ولكن إذا بتحسي حالك مثلا مش كتير شطورة إنك تفرمي الأشياء ناعمة، تقدر تعمليها على المطحنة زي ما أنا هعملها هلأ. حوفر وقت وأوفر جهد صراحة كتير بهيك شغلات، بدها كميات فرم بتساعدنا المفرمة وبتعطينا نفس النتيجة تقريبا. عندي المي، وهي المي عندي غليات. هلأ رح أخذ الطحل زي ما هم وأحطهم. طبعا في ناس كتير تحشيها وهي لساتها طرية، تقدري طبعا، ولكن هاي الطريقة أسهل لحتى تفتحيها بسهولة وتحشيها بالطريقة اللي بدك إياها. رح أنزلهم بالمي، وزي ما خبرتكم تقدروا تحطوا كمان بصل مع المي، ولكن أنا ما بدي طعم البصل. حطهم كلهم مع بعض، وهلا بتشوفوا كيف بتصير لون المية، وهذا المهم بالسلق لحتى تطلع كل الزلخة، كل الزفرة، كل الدم منها. هلا رح نتركها تغلي تماما ونرجع لتجهيز الحشوة. عندي المفرمة زي ما خبرتكم، عندي ضمة بقدونس، وعندي ضمة كزبرة. عندي الثوم تقريبا
من 4 لخمس سنان من التومة. رح أستعمل كمان فلفل. كل البقدونسات والكزبرة. رح ناخد فلفل حار. رح ناخد فلفل أحمر شطة. أو كله عم بحطه. بتقدروا طبعاً تتخلصوا من البزر تبعه. بس بيعطيني شكل حلو صراحة لما نحشي فيه. حط كمان فلفل فليفلة حمراء. بتقدروا تستبدلوها بس بالفلفل هاد. هاخد نص واحدة. هشيل القمع منها والبزر. هاي الطريقة رح أقسمها. نفرمها هيك مع بعض. هنحط عليها زيت زيتون. مقدار ربع كوب من زيت الزيتون. وحنحط كمان ليمون. كل شي بدنا نخلطه بنحطه مع بعض. هنحط شوية ملح. وحنحط شوية فلفل أسود. وحنحط شوية كاجن. وشوي من البابريكا الحمراء. وشوي كمان من البهار المشكل. هخلطهم كلهم مع بعض وأفرمهم ناعم. بتحبوه خشن بتفرموا فرمة بسيطة. بتحبوه ناعم كتير بتفرموا فرم كامل. رح أحطها وأفرمها. ما بديها تقريبا كتير ناعمة. بدنا البقدونس والكزبرة يكون واضح. بتشيك عليها. هنعطيها كمان ضربة صغيرة. وهيك صارت حشوة معاي جاهزة. لا ناعمة كتير ولا خشنة كتير. أنا بدي إياها بهذا القوام. هذا القوام اللي أنا بدي إياه للحشوة. رح نخليها على جنب ونشوف كيف صارت معاي. المي غامقة وكل مالها عم تسود شوي شوي. عم بتطلع كل الدم وكل الأشياء الزنخة من الطحال. هلا ناخد اللية ونقطعها شرائح رفيعة. طبعا اللية اختياري وانا مثل ما خبرتكم تعطيها طعم جدا مميز. لما تدوب اللية على الطحال رح تعطيها طراوة لا توصف. رح تعطيها قيمة غذائية اكتر. طبعا احنا كلياتنا بنعرف شو هي القيمة الغذائية اللي باللية مش بالشحمة. احنا بنحكي عن اللية وفوائدها. بتعطي كتير فوائد للجسم وكمية قليلة منها ما بتضر. رح ناخد اللية ونفرمها مربعات رفيعة. خليها هاي هيك. شايفين كيف صارت معاي مية السلق غامقة كتير كتير. هخليها تطبخ تمام. أحس إنه الحبات تماسكوا. بعدين رح أخذها أصفيها وأغسلها منيح وبعدين أرجع أستعملها. صارت معي اللية جاهزة. شايفين الزنخ والزفر كلياته طلع. طبعا إذا حاطين بصل كمان رح يطلع كلياته أفضل. ولكن أنا لأني بدي أحشيها بالتومة فما بدي طعم البصل كتير يكون ظاهر. رح أورجيكم إياها عن قريب كيف لون المية بتغير. صار لون المي على سواد. هلأ هاي الطبقة اللي فوق الزفرة زي ما بنحكيها أو القشطة زي ما الناس بتحكيها رح أشيلها كلها على جنب. وكل ما تطلع رح أضلني أشيلها. وبتقدروا كمان تكبوا المي تحطوا مي تانية وترجعوا تسلقوها لهيك عبل ما تصير المي تبعتها صافية. ومنطلع الهيل وورق الغار كمان معاها لأنه خلاص رح نتخلص منه ونحط نضيف. شايفين كيف بصيروا معاي؟ بتشد وبتصير شوي قاسية. وهي هاي الطريقة اللي بتسهل علي حشي الطحال بطريقة مريحة. يعني
نكون قادرين نمسكها نتحكم فيها زي ما احنا بدنا، غير لما تكون لساتها مش مسلوقة بيكون شوي صعب التحكم فيها. فأنا رح أخليها هلأ تغلي كمان 5 دقايق، أطفيها، أغسلهم منيح ونرجع للتطبيق. وهلأ رجعت لكم بعد ما كملت سلقهم وغسلتهم منيح وصاروا معاي جاهزين بهذا الشكل. طبعا هم لسه ما استووا، بدهم تقريبا كمان ساعة استواء، ولكن شدوا انه انا اقدر امسكها افتحها بكل سهولة، وممكن لما تفتحوها تنزل دم لانها لسه مو مستوية. فهم صاروا معاي بهاي الطريقة ماسكين وانا بقدر اتحكم فيهم. هلا رح اصير اخذ واحدة واحدة وافتحها بالشكل اللي بدكم اياه، بتحبوا تفتحوها من هون وتحشوها من فوق عادي، انا بحب افتحها بهاي الطريقة. افتحها من هون واحشيها من جوا بهاي الطريقة، أنا هيك بحب أحشيها. راح أصفهم على جنب هذا الشكل. كلياتهم نفتحهم نكون قادرين نحشيها. إذا كانت لساتها طرية مش مسلوقة رح تغلبكم شوي لما نفتحها. فهيك أسهل بكتير للي حابين يجربوها أول مرة أو بيعملوها بدون سلق وعمرهم ما جربوها وهي مسلوقة. طبعا إذا عندكم طنجرة ضغط وحابين تسلقوها بطنجرة الضغط علشان تكون أسرع بالاستواء، تقدروا تسلقوها بعد ما تكبوا المي الأولى عنها اللي هي طلعت الدم والزفرة والزنخة، بترجعوها مع مي مغلية بتحطوها ربع ساعة بطنجرة الضغط، وبعدين بيكون بدها بالفرن لما نصفها بالصينية ونحشيها تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. هذه لسه فيها دم كتير، رح نشفها. نرجع نغسلها ونستعملها مرة ثانية. هلأ راح نبهرهم. أول شي خليني أشيل قدامي، أنظف مكان قدامي، أغسل اللي لسه بتنزل دم، حرجع أغسلها وأصفها معاهم لنيجي لطريقة تبهيرهم قبل الحشي. راح أغسل إيدي وأرجع لكم. وهلأ رجعنا بعد ما غسلنا اللي كانت عم بتنزل دم، فهو إشي جدا طبيعي، إذا طولت بالسلق مستحيل تنزل بعدها دم. هلا رح ناخذ الصحن اللي رح نطبق فيه الخطوات كاملة وندخلها على الفرن، رح نحطهم فيه كلهم ونبلش نبهر فيهم بالبهارات اللي انتم بتحبوها. حنضيف الفلفل الأسود، حنضيف البابريكا الحمراء، هنضيف الكاري، ملح، شوي صغير كيجن، شوي صغير بهار مشكل. رح نتعامل معاهم عادي معاملة اللحمة والدجاج، مش مشكلة. رح نحط شوية ليمون، كمان زيت زيتون، هنخلي كمان شوية زيت من الوجه. هلأ رح نفركهم منيح ونحاول الخلطة ندخلها لجوا الحبة ومن برا بهاي الطريقة. البهارات كاملة عبيها من جوا ومن برا، بعدين رح نصفهم بطريقة مرتبة ونبلش فيهم بالحشوة. طبعا هلا كمان مع الفرن رح يكشوا كمان شوي، فخليهم متراصين جنب بعض هيك. هلا رح ناخذ من الحشوه الكميه اللي بدكم اياها،
منفتحها ومنحط جواها بهاي الطريقة، خليها مفتوحة لفوق ونعبي فيها الحشوة. اللي بيحبها حارة أكتر بيقدر يضيف فلفل أكتر، واللي ما بيحبها حارة بيقدر يستغني عنه تماماً. هاي الطريقة رح أحشيهم كلهم زي ما خبرتكم، اللي بيحب يفتحها من فوق وزي الشرحات ويحط فيها كمان بتزبط. هيك صارت جاهزة، أحط كل الحشوة، حاول الفاضيات شوي نعبي فيهم. المي اللي ضلت رح ننزلها كمان، لأنه هاي زيت زيتون وليمون. وهلأ المكون السري اللي هو اللي هي هاخد وأحط الشرحات بينهم هاي الطريقة. تعالوا شوفوها لما تدوب كيف بتعطيهم لمعة وبتعطيهم طراوة مميزة. هيك صارت الصينية جاهزة لتدخل الفرن. أول شيء رح نحط فيها مي تقريبا من نص كوب لكوب إلا ربع، أو نغمر نصهم. حاول ما ندير مي فوق عشان ما تشيل كل البهارات اللي حطيناها. ورح نضيف كمان على الوجه شوي من زيت الزيتون، كمية بسيطة لأنه اللي هي رح تنزل دهنة على الكمية كاملة. هيك صارت جاهزة، رح نغلفها بالقصدير منيح وندخلها على الفرن. الفرن حامي قبل بعشر دقايق. قبل ما أبلش بالوصفة أنا حميت الفرن، حندخلها بدها تقريبا من نص ساعة لخمسة وأربعين دقيقة بالفرن، وإذا كانت مش مسلوقة بدها من ساعة لساعة وربع بالفرن. هنغلفها مظبوط وتصير جاهزة لتدخل الفرن. هيك صارت معاي جاهزة، ناخدها نوديها على الفرن الحامي. ونستناها زي ما خبرتكم المدة من نص ساعة لساعة إلا ربع. رح أطولها بعد نص ساعة، أشيك عليها إذا مستوية تماما رح أطفي عليها وأعطيها شوية تحمير من فوق. إذا مش مستوية رح أخلي القصدير عليها وأخليها كمان ربع ساعة. طبعا مدة الاستواء تبعتها بتفرق حسب حجم الحبة، إذا كانت حبة كبيرة أو كانت حبة صغيرة. الصغيرة طبعا تاخد وقت أقل. هلأ رح ننظف حوالينا ورح نيجي لطبق الحلو اللي مجهزت لكم إياه اليوم. جدا سهل، عندي شوية بيف باستري، عندي كستر، أو المكون اللي حنستعمله اليوم رح نطلع أطيب طبق حلو بس بثلاث مكونات. خليكم معي. وهلأ الوصفة اللي رح نعملها اليوم كتير سهلة، زي ما خبرتكم فيها ثلاث مكونات، المكون الأساسي واحد وباقي المكونات كلها اختيارية. المكون الأساسي تبعها شرائح البيف باستري، وممكن أنتوا تستعملوا أي نوع من الشرائح اللي بتحبوها، مش ضروري ماركة معينة أو نوع معين. أنتوا النوع اللي بتحبوه أو بتفضلوا من البيف باستري تقدروا تستعملوه. تمام، هاي أنا رح أستعمل النوع اللي أنا بحبه، وكمان رح نستعمل دنيت على الكاسترد أو على الفانيلا. طبعا هاد اختياري، بتحبوا على الشوكولاتة، بتحبوا تعملوا الكاسترد بالبيت، بتحبوا فراولة على كراميل، أي نوع أنتوا بتحبوه أو أي نوع متوفر عندكم. حتى بتقدروا تعملوا الدنيت من البيت. كمان بدنا فراولة اختيارية، إيش ما عندكم فواكه بتقدروا تستعملوها. رح نرش عليها شوي من السكر البودرة. طبعا بالنسبة للفواكه إيش ما أنتوا حاشين بتقدروا تستعملوا، حاشين شوكولاتة بتقدروا تحطوا قطع شوكولاتة، حاشين مثلا دنيت على كراميل بتقدروا تحطوا بندق. الإشي برجع لكم اختياري، وحكيت لكم المكون الأساسي هو البيف باستري وباقي الحشوات كلياتها شو ما متوفر عندكم. أول شي رح أعمله رح أخذ الشرائح، كل شريحة أقطعها لأربع قطع بهاي الطريقة. رح أقطعهم وهيك صاروا عندي جاهزين. هلأ كل تنتين
حاخذهم. وعندي هنا رينج، اي شيء عندك مدور، غطاية تأنينة، عندك رينج صغير مدور، اي شيء موجود عندك بقطع شكل مدور، مربع، ايش مكان، حاخذ وافتح من النص تنتين بهاي الطريقة. حنشيلها، حتصير عندي واحدة مفتوحة. هاخد تنتين مفتوحات وتنتين مسكرات. هلا رح ناخد على صينية مدهونة زي التطحين اللي موجود عندك. إذا ما عندك ورق زبدة تقدر تدهني اللي أنت بدك إياه. أنا هون حاطة ورق زبدة. رح آخد أول شيء مربع مسكر وفوقها مربع مفتوح بدون تلزيق وبدون أي شيء. هاخد مربع مسكر وفوقها مربع مفتوح. هلأ رح أكمل كل كمية البيف باستري وأرجع أورجيكم شو رح نعمل فيهم. هيك بعد ما جهزت الكمية كاملة كلياتهم، باكيت واحد بيعمل لي كمية كتير كبيرة من هاد الحلو. شايفين كيف عملتهم؟ مش ضروري ألزق الطبقات بين بعض، وإذا خايفين إنهم يسحلوا أو إنكم ما تتمكنوا منهم تقدروا تدهنوا دهنة من الزبدة. وهلأ رح أدخلهم على الفرن. الفرن حامي على درجة حرارة 200. هحطهم من تحت، اول ما يعطيني لون اشقر من تحت رح ارفعهم على الشواي لحتى يعطيني لون اشقر. بعد هيك رح انتقل للحشوه. الحشوه هي كستر، زي ما حكيت لكم انا دنيت على طعم الكستر. انتوا اللي متوفر عندكم حطوه، مش متوفر عندكم عندكم شوكولاته دهن حطوها. حابين تعملوا كستر بالبيت اعملوا، حابين تعملوا كريم كراميل بالبيت يكون جاهز وبارد وبعد هيك تحشوا فيه. اي شيء عندكم تقدروا تحشوا فيه. احنا اليوم مستعملين اسهل طريقه لحتى اي صبيه تقدر تعمله، او انت اذا موجود عندك مثلا كبه باستر زياده نقدر بسرعة نعمل هاد الحلو. طبعا هدول الدوائر اللي طلعوا من البيف باستري طبعا ما رح اكبهم، رح اتبلهم هلأ بزبدة وقرفة وسكر ابيض او سكر بني، خلبطهم كلهم مع بعض واحطهم بالفرن. بيطلعوا معي مثل السينابون، بصب عليهم حليب مكثف محلى وبصيروا معي مثل كرات السينابون. فكمان تقدروا تستعملوهم لاي وصفه، تقدروا كمان تستعملوهم تقلوهم مثلا او تشوهم تستعملوهم بدل خبز. فالهم كثير طرق بتقدروا تحتفظوا فيهم للوقت اللي بدكم اياه. هلا انا رح اخذ كيس ورح افضي فيه الدنات. طبعا الحشوة بعد ما يطلع من الفرن مش قبل، انتبهوا لهاي الخطوة. بعد ما يطلع من الفرن انا بحشيهم بالدنات وبزينهم باللي انا بدي اياه. بهاي الطريقة رح اعبيهم. هلأ رح اعبي كل الحبات بالكيس وراح استنى للبيف باستري تطلع من الفرن ونرجع لتطبيق الوصفه. الوصفه كلياتها على بعضها ما بتاخذ اكثر من 10 دقائق، تقريبا 5 دقائق بالتحضير و5 دقائق بالفرن بتكون معي جاهزه. لا بدها ثلاجه ولا بدها اي شيء بعد ما يطلع من الفرن، بنقدر نقدمه دغري وبنقدر كمان نخليه فتره طويله برا لوقت ما يجوا ضيوفنا او لمناسبتنا. رح اخلص تفضاي، رح اطلعه من الفرن وارجع لكم. وهيك صار شكلهم بعد ما طلعناهم من الفرن، حمرناهم من تحت بعدين حمرناهم من فوق. شوفوا كيف صار شكلهم، نفخ كلهم مع بعض، لزقت كل الطبقات مع بعض. شوفوا كيف لونها من تحت ولونها من فوق. بس بدكم تكونوا شوي حذرين وانتم تتعاملوا معاها لانه رح يتفتفت بسرعه، استنوها شوي لتبرد. هلا رح اخذ احطهم بصحن التقديم. وبعديها رح نحشيهم بالكستر ونزينهم بالفراولة والسكر الأبيض الناعم. هشيل هدول. الكستر بعد ما عبيته بالكيس أو الدنات رح أقصه. وهلأ أبلش أحشي بالفتحة اللي إحنا عملناها. كمية مش كتير كبيرة.
حاضر، يكونوا معبيات تمام. بعد هيك راح اخذ فراولة واقصها بهاي الطريقة. راح احطها ديكور عليهم بهذا الشكل بالعود الخضرة تبعتها. طبعا زي ما خبرتكم اي نوع فواكه موجود عندكم تقدر تستعملوه، مو شرط فراولة. يمكن اوقات كثير لما نيجي نستعملها يكون مش موسم الفراولة، ففي بنات بفكروا اذا فراولة لازم تكون اساسية، لا، اي اشي انا متوفر عندي راح استعمله بهاي الطريقة. صاروا معاي جاهزات، واخر شيء راح احطه عليهم اللي هو السكر البودرة. رح ناخذ معلقة والمنخل كمية كتير قليلة لحتى تعطيها لون حلو. هيك صارت الوصفة جاهزة للتقديم. طبعا كمية الكستر بتكمل لي كل كمية البسباستري، بدي تقريبا 4 علب او 3 علب لباكيت كامل من شرائح البيف باستري. وهيك صارت معاي جاهزة للتقديم وجاهزة للضيوف، وزي ما خبرتكم نقدر نعملها من بدري ونخليها برا بدون ثلاجة بدون اي شيء، بتصير جاهزة. هلا رح نرجع للطحل ونشوفها كيف صارت بعد ما طلعت من الفرن. صارت الطحال بعد ما طلعتها من الفرن وحطيتها على الشواي حمرتها. في ناس ما بتحبها محمرة فبتقدر تستغني عن هاي الخطوة. هلا رح نطولهم ونحطهم بصحن التقديم. حناخد كل حبة مع قطعة من اللية، طبعا اللية دايبة تغمس بالمعلقة او بالخبزة. هيك صاروا معي جاهزين. ناخذ شوي صغيرة من الحشوة نحطها إضافية جنب كل صحن. هفتحها هلأ كمان أورجيكم من جوا كيف تتقدم. هيك صارت وصفة الطحل جاهزة تاكل تقسيم الشوكة. بتقدر تاكلوها بالخبز، بتقدر تاكلوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها. وفي ناس بعرفها بتحب تاكل جنبيها رز، بتحبش تنشفها زي ما انا عملتها اني احطها على الشواي وانشف المي تبعتها للتغميس. لا، في ناس تحب تخلي المي تبعتها وتسوي جنبيها رز ابيض وتاكله معاها، ولكن انا بحب اعمل لكم الطرق اللي انا بحبها وتجربوها على طريقتي. فهي هاي الطريقه اللي انا بحب فيها الطحل. وصفاتنا لليوم خلصت، عملنا الطحل المحشيه وعملنا الحلو البيف باستري بالكاستر والفراولة. وبتقدروا كمان مثل ما خبرتكم تحشوا الحشوات اللي بدكم اياها وتسموه باسم الحشوة اللي انتوا حشيتوها. بتمنى وصفاتنا لليوم تكون عجبتكم، جربوها طبقوها واحكوا لنا رأيكم فيها. تابعوني انا شيف احلام عبدالله يوميا بمطبخ الاحلام على شاشة قناة اليرموك.